آخر قبل أن الحديث طبعا عن الجولة المقبلة من دوري عمان تلنا أخذكم في هذا التقرير عفوا الذي يتحدث عن استضافة السلطنة في هذه الأيام لبطولة طواف قوارب RC44 التي انطلقت يوم الأربعاء بتنظيم من عمان للإبحار ورعاية الشركة العمانية للنقل البحري. هذه البطولة طبعا تستمر حتى 4 فبراير ويشارك فيها طبعا نخبة من رواد قطاع الأعمال التجارية حول العالم وكذلك أيضا بمشاركة بحارة محترفين من مختلف دول العالم. انطلقت يوم الأربعاء على شواطئ الموج بولاية السيب منافسات بطولة طواف قوارب RC44 لعام 2013 والتي تستضيفها السلطنة بتنظيم من عمان الإبحار ورعاية الشركة العمانية للنقل البحري وتستمر حتى 4 فبراير بمشاركة 13 قاربا من فئة RC44 على متنها بحارة محترفين وبقيادة ملاكها الذين يمثلون نخبة من رواد قطاع الأعمال التجارية حول العالم. وقد شهدت الفترة المسائية من اليوم الافتتاحي مؤتمر انطلاق البطولة حضره كل من ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي لمشروع عمان الإبحار وعيسى الإسماعيلي مدير عام الفعاليات بعمان الإبحار وطارق الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنقل البحري وعدد من ملاك القوارب وربابنتها. وقد تراوحت سرعات الرياح في سباقات اليوم الأول بين 4 إلى 11 عقدة ساهمت في صنع أجواء مناسبة للتنافس بين الفرق على تحقيق نتائج جيدة وهو ما عبر عنه المتسابقون الذين أنهوا 6 سباقات بأداء جميل في ظل سرعة الرياح التي كانت موجودة وتمكنوا من العودة باكرا إلى المرسى. يذكر أن بطولة RC44 اكتسبت قوتها وشهرتها نظرا لجذبها نخبة من رجال الأعمال حول العالم كملاك القوارب بالإضافة إلى طاقم مكون من أفضل البحارة المحترفين حول العالم في هذه الفئة، كما أن تواجد أسطول القوارب أحادية البدن لتتسابق ضمن كأس عمان للمرة الأولى على مياه السلطنة يعبر عن الفخر بما وصلت إليه البنية الأساسية للرياضات البحرية ومرافقها العامة، ولذا فإنها تعد فرصة كبيرة للتفاعل مع رجال الأعمال الذين يحضرون البطولة كمتابعين ومشاركين للتعرف على الفرص الاستثمارية في السلطنة في مختلف القطاعات، وهو ما ينسجم مع خطط البلاد الطموحة للتنمية الاقتصادية من خلال جذب السياح وتشجيع الاستثمار الأجنبي. انتهى. من سباقات الإكستريم 40 التي تختتم هذا المساء على شاطئ الموج مسقط، نشاهد هذا التقرير عن ختام المرحلة وما حدث أيضا في الأيام الماضية التي سبقت هذا اليوم ثم نعود.